عند الحديث عن نجوم وأساطير الكرة الإيطالية لابد من ذكر لاعب لا تزال عشاق كرة القدم تتغنى بأهدافه ولمساته حتى يومنا هذا. إنه روبرتو باجيو. باجيو المولود في مقاطعة فيتشينزا عام 67، لعب في نادي فيتشينزا في بداياته قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا كأول ناد في الدرجة الأولى عام 85، واستمر لخمس مواسم متتالية قاده إلى نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 89، قبل أن ينتقل بعدها إلى نادي يوفنتوس في صفقة قدرت ب 17 مليون دولار، وكانت صفقة قياسية في ذلك الوقت، ليبدأ اسم باجيو بالظهور على الساحة الأوروبية بالإضافة إلى تمثيله المنتخب الإيطالي. وكان موسم 92-93 من أفضل مواسم باجيو حين قاد السيد العجوز إلى لقب كأس الاتحاد الأوروبي. خلال مسيرته في الكالتشيو الإيطالي مثل باجيو العديد من الأندية الإيطالية، حيث لعب في فريقي مدينة ميلان وبولونيا. ورغم تعرضه للعديد من الإصابات إلا أنه واصل لعبه لكرة القدم حتى عام 2004، حين أعلن اعتزاله اللعب ليعتبر من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم الإيطالية. إلا أن ركلة الجزاء الأخيرة التي أضاعها أمام البرازيل في نهائي مونديال 94 تبقى عالقة في أذهان الجماهير، ولا يمكن نسيان دموعه التي أبكت يومها كل عاشق للأجزور الإيطالي.